ايه ده ايه ده ايه ده ده احنا اتهورنا خالص يا بنتي، عيب عليكي. كل ده عشان اختك جايه. لازم استقبلها بصي على نظافه ومستعجل، وهي تقول لي الجو ساقع صح؟ لا احنا قلنا ايه؟ قالت لي هي تنزل تجيب الواد. انت اللي قلت لي انت اللي شرحت في الطوبين دول. بس القصه سهله يعني. ايوه حط السيده كده في الميه بس وانا وايه اللي انت عملته ده؟ خلص. يلا اغسلولك وشي. ايه سيب ايه؟ سيبه على ما تغسل اللي بره. تقعد تطلعهم بره؟ اطلعهم بقى مش كده غسلوا. انت شكلك بقى عايزه الشغل. لا ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ معرفش. استني انا همسح دي. ايوه هي دي. انا بختبرك. خلص وش ولا ده؟ انجز ولا ده؟ وش ولا ده؟ وش ولا ده؟ انجزي بالمعاني دقن ولا راس. يلا خلص. ايه والله اتغسلت وطلعت قشطه ايه من المايه بس من غير ما تحط ايديها. ايه التعب ده اصلا؟ بالراحه بس عشان ما تبهدلش حالك. اه مفيش طيب البتاع دي. ما اعرفش والله احنا بنعزل ما لقيتهاش. ما لقيتش المعاني ولا لقيت اي حاجه. مش عارفه انت وديتها فين انت واصحابك. ايه ده ما تقدرش. انا ماليش على الظهر. احنا ايه بالوش اللي بيبقى منظر قدامي ده؟ لا انت جابت هلطه. والمط ايه ده؟ ده حياتك تخرجش كده اهي اهي. ما خرجت اهي. شايفه ان انا مبروك؟ لا سيدي لا البعيد ولا اي حاجه انا اعملها. والله اتبهدل نفسك دلوقتي وتبقى ريحتك قفش خالص. مين ده؟ انت. انت كنت شفت المايه قبل كده؟ ايه ده؟ لا كنت شغال. لا انا كنت شغال مطبخيه قبل كده. شغال مطبخيه. كنت شغال ايه؟ مطبخيه عندي مطبخي بطبق له الهدوم وكده. تصدق فكرتني والله ابعت لك طعم كده توديه عند المطبخ عند المطبخ عند المطبخ يعني يظبطوا لي. هو ايه عملت ده؟ والله بقى قشطه يا فل. عندي انت تحط صابون اصلا؟ لا بحط كده. لا بطل هذا بجد. ده كده هيبقى المالين دول. ما هي دي هتبقى فاشله. مش رغية يا ابني اصلا. فين ده؟ دي رغوه ولا لا؟ دي مش رغوه. مجيه. والله دي ورغوه. ما دي رغوه. بجد يا عم بطل قرف. وفري. لا بطل. انا اللي بجيب الصابون. وفري. على عيني وعلى راسي. بس هات يا صابون بطل هبل. ما جبنا دهون. دهون ايه يا ست؟ يا ابني اسمع الكلام. ما تعقش ما تعقش بقى. ما تبوظش. تعالي تعالي اعمل ايه؟ هو انا كنت جبت الواد خلاص؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ دي ميه مش لطيفه خالص. ليه يا بابا؟ مش حلوه. ما انا شفت شغلي تاني. يا حبيبي حط يا بابا. حط في ميه كده وامتحان. مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده. عارف ان انت كل يوم المفروض تجيب واحده جديده من دي؟ واحده ايه؟ من دي. تستخدمي كله هو. معلش ايوه فلوسنا كتير يوميا فلوسنا كتير. لا في ناس الكومنتات بتكتب لك كده. لا ده هري ده. بسلك المواعين اللي كنا بنشتريه التمن بثلاثة ولا باتنين جنيه والله بيقعد عندنا من السنة. وش ودار؟ وش ودار والله؟ ايوه سيبها كويس. على فكرة تتلاقي فيها دهون. والدار كمان فيه دهون؟ اه المفروض ده بيت شاف. اوكي تمام. وبعدين انت وقعت الحاجه تحته. لا اصبروا على الواحد.